ميرسي ستنا، ممنونك. ميرسي. والله يا معلم، الله يمعلم. مبروك حبيبي، يلا بشوفك. عمي شو عمتي نردين ما عم يرد علي؟ اذا قال لك شيء لا غريبه والله. راح اجيب هبه اذا تذكرتي بدك شيء حاكي. طيب عيسى نديم، شوفي شوفي وين البنت. ايه بنت لك ايه وين؟ ايه تحت عم تلعب مع كريستين. هي كريستين، كريستين مقتوله باول الشارع وايه مش معها. انا طالع حتى اشوفها اذا طلعت معنا هون. لا انا وين بتتخبى؟ خبني شو بعد راح لك. هلا قال لك كانت عم تلعب هي وكريستين تحت. والله انا رح ادور عليها. استنى كنت بعرف. Thank you.
دايما على الموعد. عندك شك خوي جريان؟ بونجور استاذة مروة. بونجور روجيه. بونجور. خلص اللي بايدك وتعال عاوزتك. اوكي. بس بدي اعرف عشو شايفة بحالها؟ الصراحة بالبقلة. ام ساقبة، ما هي قطعة التياب لتلبقلة. انت ليه غيراني منها؟ فوت روجيه، فوت لعندها ما تعصبني ما إلي جلادتك. خلي لي هيدي عندك، بيجي. تفضل روجة. يعني أنا ما عم بفهم، عم بحكي أنا بشي سنسكريتي مثلاً؟ هذا كل يوم أنا بدي لاقي عم اكتبي. هيدا البروجي يمكن يربح الشركة ملايين. يربح الشركة مليارات وأنا قلت مرفوض، انتهى الموضوع. خليني أشرح لك. شو بدك تشرح لي؟ كم مرة بدك تشرح لي؟ قلت مرفوض، مرفوض، مين صاحب القرار هون؟ حضرتك بس كل المهندسين وافقوا عليه. حاجة تقلي كل المهندسين، أنا قلت هذا الشيء مرفوض. ما بقى بدي أرجع أحكي بالموضوع يا أخي. إنه صلبطة يعني؟ ليك روجي، طالما صاحب الشركة مانو موجود أنا اللي بقرر هون. حكم دكتاتوري. إيه حكم دكتاتوري، عندك مانع؟ قول. احكي، ليش ساكت؟ ما أنت كل وقت ما بتسكت. كل الأحوال أنا هلأ لو ما كان عندي شغل كان إلي معك حديث ثاني. وإنتي ست الحسن تبقي تاني مرة لما بدك تحكي بتوطي صوتك على الأخير. بتعرفي ليش؟ لأني عندي بدال الإذن تنتين.
خلصت دب الشنط؟ بعد عندي شنطة واحدة هلا بضبها قبل ما تجي مروة. رح اشتاق للميتون وللبنات. وانا كمان انه نهاية ربيانين هون. ايش عم تضحكي؟ اكثر شيء رح اشتاق له هو لما كنا نعمل دروبه هون. كنا متحمسة كنا بتظهري على الجامعة، حياة جديدة، نظهر نسهر نعمل ألف شغلة. متحمسة بس كمان خايفة شوي من المسؤولية. كنا بتروحي على الجامعة بتعرفي ليك على شي شاب. قولي كان رح نغرم لي بشي واحد مثل بالأفلام. لك إيه إيه ومنصير نظهر أربعتنا ومنسهر نعمل بدنا إياه. يا الله يا ميغا. رح اشتاق لك كثير، بكره بتصيري بتنامي عندي. يعطيكم العافية شباب. وائل أنا اضطريت فل منك بيت، تركت لك اليو اس بي مثل هديك المرة تحت البناية، إذا بدك شي حكيني أوكي؟ شو حبيبتي؟ وين سفناني؟ في شي مضايقك؟ لا ابدا ولا شي، بس هيك رح فوت مرحلة جديدة بحياتي، تلاقيني هم شوي. هيبة حبيبتي، لا تتهم شي ابدا، انا على طول جنبك. عملوا لي اليوم عيد ميلادي بالميتة. عن جد؟ طيب كثير منيح. انبسطتي؟ ايه كثير انبسطت. الحمد لله. ان شاء الله على طول مبسوطة. بس بتعرفي شو؟ رح اشتاق لهم كثير. أكثر شيء لأميرة. هيبة، ما بدك تفكري بهذا المنطق أبدا. حبيبتي أنت أيمت ما بدك فيك تروحي تشوفيهم، تقضي أنت وياهم وقت. ما بدك تفكري بهي الطريقة، بالعكس. هلا بدنا نفكر بالشي اللي جاي، جامعة، شغل، مستقبل، متفهميني؟ بدي اياك تحطي براسك شغلة كثير مهمة، إنه البدايات على طول صعبة بس مانا مستحيلة. خالتو؟ ايه حبيبتي. اشتقت كثير لأهلي. بدك نروح نزورهم؟ Thank you.
الحمد لله على السلامة. ميرسي. شو كيف شايفتي لي البدايات الجديدة؟ عظيمة والله. أنا كتير مدقلة شناتي، شو حاطة فيهم؟ كل تيابي. حلو، يعطيك العافية. شوف لي رقم هالسيارة لمين وما تطول. يلا هبوشتي، ويلكم تو يور نيو هوم حبيبتي. حبيتي؟ كتير حلو البيت خالته حبيبتي، المهم يكون عجبك. كتير عن جد، مرسي كتير. عشو ما تقولي هيك، يلا حطي اغراضك هون المطبخ. جوا غرف النوم. يلا فوتي شوفي. ايه بونجور، كيفك مدام؟ اهلا. بدي اسالك، في مرسيدس جي ال اي لونها سيلفر مسكره علي، معقول تكون عندكم؟ لا عيني، مش عنا، احنا اصلا ما بنسكر على حدا. طيب مرسي مرسي، كلك ذوق. واو، الاوضه كثير حلوه والبيت كله كثير حلو. حبيبتي كتير. حبيبتي المهم يكون عجبك كثير. هبه، اهم شيء عندي انك تكوني مبسوطه. عن جد ما بعرف شو بدي اقول لك، حاسه حالي بغير عالم. حبيبتي تياكي هيك على طول فرحانه ومبسوطه. مرسي كثير. شو خالته لما منعيش مع بعض؟ ليك الواحد بمال، إلا إذا بيزعجك. لا حبيبتي شو هالحكي؟ أكيد ما بتزعجيني، بالعكس، بس أنا تعودت أعيش لحالي. طب ضروري أنا أتعود ضل لحالي كمان؟ حبيبتي أنتي كبرتي، صار لازم تتحملي المسؤولية، مثل لما أنا كنت بعمرك، جربي تستقلي. ايه وانا كريم. شو بيك؟ انا عندك تحت البنايه، في وحده مسكره علي، صار لي ساعه قاعد ناطرها ومفوله معي عليها خير. ايه بسيطه بسيطه، بتكون عند الثالث اكيد. لك دقات دقات منا عندهم. يا اخي الثاني والرابع ما فيهم حدا، والاول ختيرين. ليك خليني ارجع احكيك معي خط. ما خبرتني كيف كان هارك؟ كثير كان منيح. شوفي أكيد عم بيزمروا لك، سكرت عليهم وفليتها. قديه صارت الساعة؟ مو بعرف. وين موبايلي؟ هي هونيك. كتير تأخرت، صار لازم روح.
خالته ميرسي كتير. حبيبتي عشو، هذا المفتاح خليه معك، أوكي؟ ليكي لا تضبي غراضك، أنا بكرة بجي بساعدك فيهم، أكيد ها؟ ما برتك. يلا باي باي، تبع حالي. انتي كمان. يعني صراحة هاي أول مرة بحياتي بشوف حدا هالقد وقح. على طول في بالحياة أول مرة. آه حلو كتير. شيل السيارة سري وبسرعة. العالم بتقول لو سمحتي من بعد إذنك إذا بتريدي يعني. لو سمحتي من بعد إذنك إذا بتريدي شيل السيارة وبسرعة. تبقى شيل السايلنت كمان، بركي حدا دق لك شي مرة تبقى تردي بس. مرحبا أمي. أهلا يا أبني. شو بيك أمي؟ صار لك فترة مش على بعضك. شوية ضغط ومشاكل بالشغل، ما تعتبرهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو وين الست سوزي؟ خاتي جي تعملنا ركوة قهوة. لا أنا بعرف وين بتكون. رح احكي مرق. امي انا مجوز سوزي مش مرق. سوزي مفروض تجي تهتم فيي. لكن عيط لها خليها تجي تهتم فيك. سوزي
حلوة؟ كتير حلوة. شو هي؟ هي حرف اسمي واسمك، مروة وميسة، حرف الميم. واو، ما انتبهت له، بتفلج. ورجيني على ايدك. كتير حلوة ميسة، بتجنن. بتجنن على ايدك. هاي توعديني ما تشيلي من ايدك ابدا. تجبريني، انت احلى اخت بالعالم. الله يخليني اياك، هي احلى هدية اجتني بكل عمري. Ha 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 ha.